أينما كنتم. نحن هنا اليوم في سوق الحي العاشر. في هذا التقرير سنقوم بإذن الله بسؤال أصحاب المحلات والزبائن، أيهما تفضل، المنتج التركي أم المنتج السوري ولماذا؟ من حيث السؤال سيكون نوعية المنتج التركي من حيث الجودة والسعر، أيهما تفضل؟ هذا ما سنعرفه متابعينا من خلال هذا التقرير. إنفوغراد لنكتمل بالمعرفة، ابقوا معنا. كل خير وبركة. حسب بالنسبة للمنتجات الغذائية أو الخضرة أو شيء ثاني، أكيد المنتجات السورية يعني تجي جودة عالية ورخص، يعني اليوم المحل يعني السوق السوري أكيد يعني من حيث الجودة ومن حيث السعر أكيد أفضل، يعني ما أنه مثل المنتجات التركية أو شيء ثاني يعني، أو المنتجات مثل هوفر أو بيلا أو شبار. أكيد المنتجات السورية يعني أرخص وكويسة يعني. والله السعر يعني غالي بصراحة، سعر أسعار يعني أسعار يجيبوه من تركيا من سوري غالي، وهو هون ناس بيقول إحنا بدنا نشتري من منتجات السورية أو تركية، ولكن غالي يعني. تروح على الهوفر كمان نفس الشيء عم تاخذ أغراض وأكثر كمان. والسعر؟ أقول لك السعر غالي، يعني سعر المنتجات السورية تركية غالي، مو إنه رخيصة، بس يعني ناس متعودة تاخذ من منتجات السورية يعني. على السورية لشيء تعرفه العالم؟ السورية إن الناس متعودة على الأكلة السورية بجبنة وألبان وأجبان وأي أشياء يعني. والله إحنا طبعاً سوري نرتاح، نفس الأكل نفس الأطباع نفس الوضع، ولكن كلهم نفس بالأول والأخير كنا نفس الشيء ونفس الوضع ونفس الأكل ونفس الشرب. أتوقع ماكو اختلاف بالوضع. أنا أفضل أول شيء العربي لأن متعودين عليه، بس أوقات في شيء منجيبه من عند الأتراك يعني نضطر إنه نجيبه. والله منتج السوري ممتاز، يعني فيه مواصفات ومطابق مواصفات الأوروبية، ومنتج التركي ما عم نستعمله يعني ما عم تعمل فيه نهائيا. والله الأسعار فارقة بصراحة، يعني أكو غلاء بالوقت الحالي، أكو غلاء جدا يعني. هلا أكيد إنه أنت متعود على شيء سوري أكيد يعني تفقده هنا، بس مشان الجودة يعني أكيد إنه السوري يعني هنا انت تعرف يعني الواحد ياخذ منتجات سوريه بيعرفها وارخص يعني اكيد ارخص. هلا من تروح على محلات تركيه اكيد مو مثل الاسواق السوريه بالنسبه للاسواق، وفي سوريين هنا كل واحد يبيع شكل، بس ولكن نوعا ما الاسعار مناسبه يعني مناسبه عند السوريين افضل من الاتراك او غير محلات. هلا بالنسبه للاجبان للالبان هذا اللبني الجبني هذا بفضل العربي بشكل عام، يعني الاسواق كلها ارتفعت يعني توازن، يعني مو بس سورية ارتفعت أو تركية كلها، يعني كان هوفر أو بيلا أو سوري أو إتسان أو. أنت كمشتري لما تروح على أي محل وتشوف هذا منتج سوري وهذا منتج تركي، أي واحد تشتري؟ والله أنا بشتري سوري صراحة، متعود على السوري، أنا سوري لأنه أنا متعود على الأكل السوري. إيه أنا بشتري من محلات سورية، ولكن غيره بأخذها من هوفر يعني أكثر شيء من سوري بأخذ. والله ولا السوري أتوقع أرخص، الوضع أنه أرخص من التركي بصراحة، يعني المنتج السوري شوية يعني بي يعني فرق عن المنتجات التركية عن هذه يعني هذا. هلا بالنسبة للأسعار طبعا العربية أسعار مناسبة جدا، يفوت عند التركي مثلا في شغله بتلاقيها بخمسه بتلاقيها هون بثلاثه عند العربي يعني. المنتج السوري كسعر يعني يكون اقل من المنتج التركي، المنتج التركي اغلى شوي. نحن الزباين عم يقولوا لنا هيك، عم يشتروا منتجات نقول عم ناخذ من التركي اغلى من هذا، حتى الرز ما رز كمان منتجات غريبه كمان الاسعار عندنا افضل من التركي. نزل التطبيق عندك حتى يجيك الاخبار الموثوقه والصحيحه.